نالت وسام الاستحقاق الفرنسي الوطني للفنون والأداب برتبة فارس لتصبح أول ممثلة سورية تحصل على هذا الوسام الرفيع. امتهنت التمثيل متوافقة مع نشأتها في مجال عائلتها الفني، قدمت أعمالا تتناول قضايا المرأة من زوايا عديدة ولعبت شخصيات نسائية بدرجات المزيد تنضم إلينا من باريس الممثلة السورية ناندا محمد. ناندا أهلا بك، سعد صباحك، شكرا على تواجدك معنا في صباح العربية، منورتنا الصبح. صباح الخير، شكرا كثير. طيب أنت يا ناندا أول ممثلة سورية تنال وسام الاستحقاق الفرنسي الرفيع للفنون والأدب، كيف كان شعورك بحصولك على هذا الوسام الرفيع أولا؟ يعني أول شيء شكرا على الاستضافة هذا الصباح الجميل معكم. حقيقة يعني أنا وسام الاستحقاق الوطني لما خبروني السفارة الفرنسية بالقاهرة أني حصلت عليه، بالنسبة إلي كان مهم جدا، لأنه أولا هو يعني مثل ما وزارة الثقافة الفرنسية قالت بالرسالة اللي بعثوا لي إياها، أنه هو تقدير لعملي المسرحي العربي والفرنسي، وبالنسبة إلي هذا التقدير يعني نادر جداً أنه يحصل للمسرح من قبل المؤسسات أو من قبل الجمهور كمان، لأنه عادةً الاهتمام الأول بيكون للدراما وللأدوار الدرامية بالتلفزيون اللي الممثل بيعملها. فبالنسبة إلي أنه نال يعني هذا الوسام يعني هو مهم جداً على عدة مستويات، يعني أولاً هذا المستوى واهتمامهم بعملي المسرحية اللي هو نادر حتى يهتم فيه، وتاني شيء أنا بشوفه هو يعني تقدير لأي ممثل مسرحي سوري قادر لسه أنه يشتغل ويخلق له مكان ببلد الجديد يلي سافر وعمل فيه حياة جديدة، وأن يكون أول ممثلة هذا الشيء يعني بيغمرني بالسعادة، يعني ما فيني أشرح لك قديش انبسطت لما خبروني. أكيد ناندا تستحقين هذا التكريم، لكن ما الذي أخذته ناندا من المسرح الذي امتهنته منذ الطفولة ووظفتيه من خلال أدوارك التلفزيونية في المسلسلات والتمثيل؟ يعني أنا علاقتي مع المسرح مثل ما قلتي هي علاقة طويلة كتير، ودائما حتى بعد يعني ما تخرجت من المعهد العالي بدمشق اشتغلت بالتلفزيون، بس دائما كان عندي ولاء كبير للمسرح، لأنه أنا كل شيء تعلمته بمهنة التمثيل تعلمته بالمسرح، علاقاتي الإنسانية المهمة طلعت فيها من المسرح، وبعتقد أنه المسرح علمني الصبر، علمني أن يكون مهتمة بالقضايا الإنسانية، علمني أنه اهتم بالزملاء اللي بشتغل معهم، علاقتي بالناس دائما بتكون مهمة جدا بالشغل إلي، فهذا أكيد نقلته معي للتلفزيون، ودائما المسرح يعني بعلاقته المباشرة مع الجمهور بيخليكي على يعني علاقة بيخليكي بعلاقة دائمة مع حالك، بدك تطوري أدواتك وكيف بدك دائما تكوني أحسن يعني. طيب ناندا، عرفك الجمهور المصري من خلال مشاركتك في مسلسل حق ميت مع حسن الرداد عام 2015، نتابع جزء من هذا المسلسل ونرجع لك. طيب ناندا نرجع لك، يعني شاركتي للمرة الأولى في دراما تلفزيونية في مصر عام 2015 في المسلسل اللي شفناه، ومؤخرا عرفك الجمهور كذلك في مسلسل بطلوع الروح، شاركتي في دور أم ليث. حدثينا عن تجربتك أولا في مسلسل بطلوع الروح، وشو أكثر المسلسلات أقرب لناندا؟ هلأ مسلسل حق ميت أكيد له يعني مكان بقلبي، لأنه هو أول مشاركة بالدراما المصرية وباللهجة المصرية، فبالنسبة إلي والدور كان يعني كبير، والناس يعني بمصر يعني لفت نظرة هذا الدور لهلأ بيحكوا لي فيه، بس المسلسل بطلوع الروح بالنسبة إلي يعني تجربة كانت جداً مهمة على كل المستويات. أولاً الموضوع اللي بيقدمه المسلسل بالنسبة إلي كممثلة سورية وكشخص سوري هو جداً مهم، وثاني شيء يعني إني أعمل أشتغل دور مع مخرجة كبيرة من كاملة أبو ذكري كان بالنسبة إلي يعني تجربة كتير مهمة
وحلوة، وكمان الدور بحد ذاته هو صعب جدا، ويعني اكستريم الشر المتطرف اللي بالنسبة لي كان كثير صعب اني اقدر لاقيله الخيوط والمفاتيح اللي ممكن اعمل اشتغل عليه. وجدا كان ممتع الشغل بصراحة بمسلسل دكتور الروح. ظروف كانت صعبة بلبنان، ما كانت سهلة كثير، ظروف كثير، ظروف لبنان بحد ذاتها يعني العامة ما أنا كثير سهلة، وكمان الموضوع تبع المسلسل هو صعب جدا، وكل الشغل كان بصراحة ما هو سهل. بس بالنسبة إلي هو يعني كان بيجمع الاثنين مع بعض، السوري والمصري، وبالنسبة إلي هي يعني شغلانات زي لأنه تحصل يعني. أكيد يعني، واختلاف اللهجتين. ناندا، أنت من القلة من الممثلين التي تظهر ببساطة بدون تكلف في شكلها، هل اخترتي الملامح الطبيعية والبساطة لتتميزي؟ أنا بحس أنه الممثل يعني جزء من مهنته أنه يكون طبيعي ويقدر يعبر بشكل كامل بوشه عن كل المشاعر اللي ممكن تتطلب منه الشخصية إنه يعملها. وكمان أنا بشكل عام بالحياة يعني ما كتير بحب التكلف بالشكل، وبعتقد إنه في كتير ناس بتقلي إنه نحنا منحسك بتشبهينا ومثلنا مثل الناس العاديين يعني، وهذا الشيء بيفرحني، بيخليني حس إنه أنا قريبة من الناس، وإنه ما بيحسوا إني أنا من عالم ثاني لنقول صح. يعني. احنا بنشكرك جزيل الشكر على ظهورك معنا وعلى وقتك، والف مبروك، تستحقين دائما هذا التكريم. من باريس الممثلة السورية ناندا محمد، شكرا لك.